مرحبا، أنا هسه بستوني كريك، يعني حوالي 40 دقيقة خارج تورونتو. المدينة هذه ممتازة، خلال السنتين الماضية صار عليها إقبال كبير، قريبة على مخارج الهايويز، المواصلات، مدارس أيضا ممتازة بهاي المنطقة وأمينة وحلوة. مثل هذا البيت اللي ورايا، تاون هاوسز، هذه البيوت كانت تنباع بسعر 900,000 دولار وأكثر حتى قبل 7 شهور من اليوم، يعني في بداية سنة 2022. اليوم احنا اكتوبر 2022 وممكن نحصل نفس هذا البيت بسعر 750,000 دولار. فحتى لو الانترست ريت صار بيها زيادة، فايهما افضل، ان تشتري مثل هذا البيت بسعر 750,000 دولار ونسبة الفائدة 4.5%، ام تشتري بسعر 900,000 دولار مثل ما كان عليه السعر في بداية السنة وبنسبة فائدة 1.5%؟ صح يصير زيادة في الدفعة الشهرية من نسبة الفائدة تصير عالية، لكن النقصان اللي صار في السعر، الديسكاونت اللي حصلته بالسعر، هو راح يعوضك عن كل الزيادات اللي صارت بالدفعة الشهرية لسنوات وسنوات جاية.